حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من أن خطر انتشار الأمراض المعدية على نطاق واسع يهدد 1,700,000 نازح داخل قطاع غزة. قال المكتب إن نحو 896,000 نازح يقيمون في 99 منشأة بالأجزاء الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، وأشار إلى تسجيل أعداد متزايدة من المصابين بأمراض مختلفة مثل التهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهاب الجلد وغيرها من الأمراض المتعلقة بانعدام وسائل النظافة بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في الملاجئ التابعة للأمم المتحدة التي تأوي النازحين.